سيادة النائب إذا نعم. سمحت لي، عندي اتصال سمير من الأنبار. سمير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. ست بارك الله بك، أرد أتكون يعني برنامجكم هذا يبارك بك يكون شاهد على حلقة قادمة تحقق لي ويا سيادة النائب نفسه، يعني أكون أنه أطلع ويا النائب نفسه بأدلة أنه أنا مهجر من 2010 من محافظة بغداد، أريد ألتقي به النائب نفسه يأمن لي لقاء. طيب ويا سمير ألتقي به وأشوف الأدلة عندي. سمير، عصابات مسلحة بمحافظة بغداد تعدت على أملاكي وتعدت علي وحولتني لعبة بدعاوى بمساعدة ضابط فاسد، لعبة بدعاوى تحقيقية وحولتني من كفيل بدعوى، حولتني من كفيل، أنا مدرس محترم، حولوني من كفيل إلى متهم وذبوني سجن 6 أشهر وش اسمه وسرقوني خلال فترة توقيفي بالسجن، تمام، ومهجر وانسرقت أملاكي ما يقارب المليار دينار، أملاكي ما يقارب المليار دينار وأنا مهجر وأملاكي ممنوع منها، والأوراق كلها رسمية عندي من مجلس القضاء الأعلى ومن قيادة عمليات بغداد ومن وزارة الداخلية وأكثر من نائب مدخل بموضوع تهجيري المحافظة الأنبار، تمام، وكلها عايزة أن تسوي لي حل مع الأجنحة المسلحة اللي ببغداد. أريد أنا بس أنه جنابكم حتى شكوا حال مهجر أو مسجون ظلم قسري زين يشوف حاله. نعم ست اسمعين ست. نعم وياك سمير إذا أمكن، خليك وياي سيادة النائب. نعم. صوته واضح سمير، يريد مقابلة وياك شخصيا، عند الوثائق وأرجو أن تساعده. سمعته؟ والله أنا حاضر. أي وقت؟ قبل لا تقطع الاتصال سمير. تليفوني موجود حتى آخذ. نعم تليفوني تستطيع. أنت شاهد أنا عندي أكثر من تليفون نائب، آخذ تليفونه بعدين يغلق التليفون. لا أنا متواصلة ويسأل. تستمرين وياي بالموضوع جنابك. طيب. تستمرين وياي بالموضوع لأن الأستاذ فايق زيدان بارك الله بي رئيس مجلس القضاء الأعلى متدخل بشغلتي شخصيا وأخذ ضغط على الأستاذ فايق زيدان. أنا مستعد أتحمل كافة المسؤولية. أستاذ فايق زيدان متدخل الرجل وسيد نائب المدعي العام رئيس الدعاء العام متدخل بشغلتي ويدون أكو ظلم وتقصير على هذا المدرس المظلوم الكثير شلون حولوه المتهم وسرقه وأملاكه حتى نساعد القضاء. أنا أريد هذا السيد النائب جزاه الله خير حتى لا يغلق تليفونه، تكون عندي شاهد بيني وبينه كمواطن. احنا ملايين نشوفك سمير عن المواطن أمام السيد فايق زيدان وأمام رئيس الدعاء العام وأمام وزير الداخلية وأمام قائد العمليات وأمام محافظ الأنبار ومحافظ بغداد. وش دي يصير بأبناء السنة وأبناء الشعب الفقراء اللي ما محزبين ما متحزب، إيش دي يصير بيهم داخل بغداد؟ تمام يجريب قوياية سمير الآن يعني. نعم. سمعتك آني وسيادة النائب سمعك وملايين دا تشاهدنا أيضا حاليا. هاي القضية مالتك قضية يعني بس أريد أخذ رقمك إذا أمكن خليه بالكنترول. يعني سيادة النائب شو وقت تقدر تشوفه سمير من الأنبار؟ إن شاء الله فليحضر تقرير كامل حول وضعه ونقدمه إلى الجهات المعنية إلى وزارة الداخلية وإلى القضاء. كل الجهات موجودة وياه حتى السيد فائق زيدان يعني. نعم ان شاء الله ما نقصر على عيننا وعلى راسنا يعني بعد نهايه النسخه من التقرير. نعم. الينا الى لجنه الهجره والمهاجرين وشيء اللي نقدر عليه ان شاء الله حسب الصلاحيات. لا حتى يشوفك احنا حاضرين بالخدمه يشوفك جنابك يشوفك لقاء أنا شخصي انا حاضر معك. ان شاء الله بهالاسبوع اي يوم ان شاء الله فليكون نكون في اتصال حسب بالتليفون. تمام. ان شاء الله سوف يكون لدينا اتصال ويصير خير ان شاء الله. تمام على راسي يسلم راسك ان شاء الله وما تقصرون.